دلوقتي هنبدأ حل الهومورك للحصة الرابعة. ركز كده معايا، بص بقى انت ركز. عندنا كتابين زي ما اتفقنا، كتاب الهومورك وكتاب الادفانسد. هنمسك اول حاجة كتاب الواجب ونطلع اول سؤال. ركز بالله عليك، ركز، مش عايزين تخلف. تحط قدامك دلوقتي وانت قاعد كتابين، كتاب الادفانسد وكتاب الهومورك العادي. تمسك كتاب الهومورك دلوقتي وتطلع اول سؤال في كتاب الهومورك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال بيقول ايه؟ اول سؤال بيقول if the opposite table shows some selected wavelengths for the electromagnetic spectrum in air. ماشي، جايب لك مين؟ جايب لك الفيزبل لايت والجاما والاكس راي. بيقول لك رتبهم من حيث مين عنده اكبر wavelengths، مين عنده اكبر wavelengths فيهم. والله احنا عندنا ترتيب اصلا احنا عارفينه. نراجع بسرعه كده يا جماعه. احنا عندنا الراديو ويف، عندنا الراديو، وعندنا المايكرو، وعندنا الانفراريد، وعندنا اللايت، وعندنا الالترا فايلت، وعندنا الاكس راي، وعندنا الجاما رايز. ده الترتيب بتاعنا صح؟ طيب لو ده الترتيب فهو يدي كل واحد رمز. مين اللي معانا في القصة؟ اللايت الباشا ده، ومعانا الجاما رايز الباشا ده، ومعانا الاكس راي. اللايت هو مديله رمز ام، الويف لينث بتاعه ام، والاكس راي مديله رمز زد، ده رمزه زد، والجاما رايز بيديها رمز واي، ده رمزه واي. حد فاكر يا جماعه فيكو؟ حد فاكر مين عنده اكبر ويف لينث؟ الراديو. وطول ما احنا نازلين تحت الويف لينث بيقل، فبالتالي كده كده من فوق ده اعلى ويف لينث. وطول ما احنا نازلين لتحت يا جماعه الويف لينثز بتقل، صح كده؟ يبقى مين عنده اعلى ويف لينث؟ اللي فوق. طب راديو مش معانا، مايكرو مش معانا، انفر مش معانا، اول واحد اللايت. يبقى كده كده ام هتبقى اكبر حاجه فيهم من حيث الويف لينث اللي هو اللايت. واصغر واحد مين؟ واي، اللي هو مين؟ اللي هو جاما. فواي ده هيبقى اقل واحد في الويف لينث. طيب عايزين نرتبهم، مين اكبر من مين اكبر من مين؟ قال لك المفروض ام هي اكبر واحده، وبعد كده زد، وبعد كده واي. فام هي اكبر واحده. فين ام اكبر واحده؟ هي المفروض واي زد، ودي ام هنا كده اهي، دي ام اللي هي الرسمه دي اللي هي بي دي، المفروض تبقى واي اهي، واي زد ام هنا، دي ناقصه، زود انت الام دي. فالاجابه الصح هتبقى الاجابه بي، زود انت الام دي. فبالتالي ام هتبقى اكبر واحده اللي هي مستر، عشان الام دي هي اللايت ويف يا حبيب قلبي. وطول ما احنا نازلين لتحت الويف لينسز بتقل، فبالتالي زد اللي بعدها، واصغر واحده في الويف لينس مين؟ الجاما ريز. ده كان اول سؤال. السؤال اللي بعده، السؤال بيقول هنا ايه؟ عايز اعرف، فكك من الرسومات انا هرسم انا من الاول عشان الرسوم بيبقى كسله جامد، عشان البي دي اف بيبقى كبير قوي. The opposite figure shows a light ray which is falling on the surface of a plane. عايز الانجل اوف ريفليكشن كام؟ ماشي تعالى نرسم هنا وخلاص، الرسمه دي ما فيهاش حوارات كتير يعني. هو عايز الانجل اوف ريفليكشن. بمنتهى البساطه انا نزلت هنا فهقف وارسم نورمال، مفيش اي حاجه خالص، اهو رسمت النورمال بتاعي صح. احنا عندنا قاعده بتقول ان الزاويه دي اسمها ايه يا جماعه؟ دي اسمها فاي. ودي اسمها ايه يا بابا؟ دي اسمها فاي داش. ولازم الاثنين يكونوا زي بعض. فلو دي كلها 80 هنتقاسم ال 80 بينا، يبقى انا 40 وانت 40. هو بقى بيسالك على الفاي داش، فالفاي داش هتبقى ب 40. فبالتالي الاجابه هتبقى الاجابه الاولى، الاجابه الصح، الاجابه الاولى، الاجابه الصح. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ السؤال ده مهم جدا جدا، بس انا هرسمهولك على الوايت بورد احسن. ركز معايا بالله عليك قوي في السؤال ده قوي يا جماعه قوي. السؤال ده عندك بيقول
لو انا عندي مرايتين، دي مراية اسمها مراية انا نسيت، دي مراية ايه؟ ماشي، دي مراية ايه؟ والمراية اللي تحت دي مراية بي. ركز عشان خاطري. والراجل بيقول ان انا عندي ضوء جاي كده، وان الخط ده والخط ده الاتنين دول بارلل مع بعض، وان الزاوية دي يا جماعة ب30. فلو ده ب30 والاتنين دول بارلل مع بعض، فيبقى ده كمان ب30. طيب ده يعتبر انسدنت راي، شعاع ساقط. فالمفروض ان انا هقف وهرسم نورمال. النورمال بيترسم بريبنديكلر على المرايه. ادي يا مستر النورمال بتاعنا. والله يا باشا مدام ده كله 90 عشان ده نورمال، وده 30، تبقى دي كام يا مستر؟ تبقى دي 60. لو ده الانسدنت ري يا جماعه شعاع الساقط وده النورمال، فتبقى دي الفاي. واحنا عندنا قاعده بتقول ان الفاي لازم تبقى قد الفاي داش. فلو دي 60 لازم اعمل اختها بالظبط، لازم اعمل اختها بالظبط. وتبص كده تلاقي ان الجزء ده قد الجزء ده. فلو دي 60 دي كمان 60، لان دي الفاي داش. اوكي، هتلاقي ان الضوء هينزل بالشكل ده. ده فاي داش وده فاي، 30 60، ده لازم يبقى 60. فلو كملنا 30 60 60 30، عشان المفروض كل ده يبقى 180. طيب احنا نزلنا هنا يا جماعه، نزلنا هنا بالظبط. لما بنزل برسم نورمال، فانا دلوقتي ده انسدنت راي، عايز اعرف الزاويه دي بكام. ده اول سؤال يا جماعه عندنا، عايز الانجل اوف انسدنس على مرايه بي بتساوي كام. ده اول سؤال عايز يعرف زاويه السقوط على مرايه بي للمرايه دي بتساوي كام. واحده واحده، وبالله عليك صحصح معايا قوي شباب. ده 30 وده 30، فالمفروض ان كل دي كام؟ كل دي بقيت ال 180. فلو ده 30 وده 30 60، يبقى كل دي 120. طب لو كل دي 120، مش النورمال ده لوحده يا جماعه واخد 90؟ ده كده بس 90، دي كده 90. طب يبقى الحته دي كام؟ مش هي كلها 120؟ فاقول له 120 هنشيل منهم 90، هيتبقى لك 30. يبقى يا حبيب قلبي الحته اللي انا عايزها طلعت ب 30. ودي اجابه اول سؤال، دي اجابه اول سؤال. طيب همسح دي معلش، وركز معايا في التكمله. خد بالك ان انا وصلت لحد اللحظة دي. ماشي، فدي كده يا بابا طلعت بسيرتي. طب ما دي يا مستر فاي، لان ده الانسدنت راي وده النورمال. زي ما عملت دي يا حبيب قلبي اعمل اختها واطلع. لو ده 30 ده 30 زيه، جميل. طب يا مستر لو ده 30، فاكر ان كانت دي كلها 90؟ فلو ده 30 يا جماعه يبقى ده كام؟ يبقى ده 60. طب لو ده 30 وده 60، مش كده 90؟ يبقى دي كام؟ يبقى دي 90. يبقى انت لازم
تنزل بيربنديكلر على المرايه. حبيب قلبي هو اللي بينزل بيربنديكلر على المرايه بيحصل له ايه؟ بيرجع يرد في عكس اتجاهه، فتلاقي ان الضوء رجع تاني في عكس الاتجاه. ففي الحاله دي الفاي بتبقى بزيرو والفاي داش بتبقى بزيرو، ودي كانت اجابه السؤال التاني. يبقى السؤال الاول كان عايز زاويه السقوط على مرايه ايه عاملها بي، فزاويه السقوط على مرايه بي الحته دي طلعت معانا 30. الطلب التاني عايز زاويه السقوط على مرايه ايه، على مرايه ايه بعد ما رد خبط بربنديكلر، فزاويه السقوط بتاعته زيرو مش 90، زيرو، لان انت تنزل بربنديكلر ترجع تاني فالنورمال اهو، فانت ولا عندك زاويه انسيدنس ولا عندك زاويه ريفلكشن، فالاثنين بكام؟ الاثنين بزيرو. وده السؤال اللي عند سعادتك. ماشي، يبقى الاجابه الاولى هتبقى 30 والاجابه الثانيه هتبقى 0، ودي كده اجابه السؤال 3. السؤال رقم 4 بيقول لسعادتك ايه؟ بيقول لك عايزين نرسم رسمه مظبوطه و نخرج بره المرايات عموما. والله لو ده انسيدنت راي فانا بقف هنا وبعمل نورمال، فلو ده 45 وده كله 90 فده كمان 45، فده الفاي يا جماعه، الفاي ب 45، اعمل واحده زيها بالظبط واطلع وارسم نورمال جديد. لو ده 45 فده لازم يكون 45 لان ده الفاي داش، ده الانسيدنت راي وده النورمال. طب ما هو التقاء التو نورمالز ببعض 90، فلو ده 45 ركز كده، لو ده 45 وده 90 يبقى ده 45 يا جماعه. قال لك طب ما ده الفاي يبقى لازم تعمل زيه 45 اهو وتنزل. خبطنا في مرايه تانية، ايه المشكله؟ اقف وارسم نورمال اهو. بص النورمال بترسم ازاي، بيربنديكلر على المرايه 45 برضو ده 90، فلو ده 45 يبقى ده 45، ده الفاي يبقى لازم تعمل واحده زيها 45 عشان تبقى فاي داش زاويه الانعكاس وتطلع بره. كده انت رسمت الرسمه مظبوطه 100%. صعب الكلام ده. السؤال الرابع، السؤال ده بيقول لك ان احنا عايزين نلف المرايه، المرايه كانت ليها وضع وهنلف وحوارات كده، فهرسمه لك انا على جنب، هرسمه لك انا وايت بورد كده على جنب. السؤال ببساطه بيقول لو احنا عندنا ادي يا جماعه مرايه وده وضع المراية القديم، ده الـ old position، ده وضع المراية القديم اهو، دي مراية. وجينا قلنا ان في ضوء نازل على المراية دي، وطبعا الراسم هو نورمال عندك، وعامل زاوية هنا يا جماعة، الزاوية دي 60، يعني دي الفاي ب 60 دي كلها تمام، وده كده يعتبر الاولد نورمال، النورمال القديم. هيعمل ايه الاستاذ؟ هيلف المراية قدامك مكتوب، هنلف المراية في الكلوك وايز دايركشن بزاوية 18، يعني هيمسك المراية دي يا جماعة يجيبها كده 18 ديجري في الكلوك وايز دايركشن، فالمرايه تميل. وطبعا لما بدل المرايه قال لك ايه؟ قال لك هنعدل المرايه بس هنسيب الانسيدنت راي زي ما هو، مش هنعمل حاجه في الانسيدنت راي. طب انا لما اجيب المرايه هنا فالشكل هيبقى كده،
اللون الاخضر هو وضع المراية الجديد اهو، ده النيو بوزيشن للمراية، ده الوضع الجديد يا جدعان اهو، ده النيو بوزيشن اللي بالاخضر. بالله عليك يا شيخ، لما انا اعمل وضع جديد للمراية مش المفروض اعمل وضع جديد للنورمال؟ طبعا، ما هو النورمال بينزل بربنديكلر على وضع المراية، فلو انت غيرت وضع المراية لازم ترسم نورمال جديد عافية. فبالتالي هرسم نورمال جديد. طب الوضع بتاع المراية اللي بالاخضر اهي، ارسم نورمال جديد، المراية اهي، فالنورمال يبقى كده، ادي النورمال كده بربنديكلر اهو على المراية الخضراء، البنفسجي بربنديكلر على المراية الخضراء اهو. السؤال هنا بقى، ده كده النيو نورمال، النورمال الجديد، بيسألك وبيقول لك عايز اعرف الفاي الجديدة او الفاي داش الجديدة، كده كده هما هما، عايز اعرف من الاخر دي بكام، لان ده الانسدنت ريل لانه ما غيرش مكانه، وده النورمال الجديد، عايز اعرف دي بكام يا جماعة. هي مش كل دي كانت بستين يا جماعة؟ اه، وحصل ان انا لفيت الحتة دي، اه انت كلت دي، طب دي كام؟ والله يا مستر الفرق ما بين الاولد نورمال والنيو نورمال هو نفس الفرق ما بين الاولد ميرور والنيو ميرور، المراية القديمة والمراية الجديدة الفرق بينهم كام يا جماعة؟ 18. طب يبقى دلوقتي الوضع القديم للنورمال والوضع الجديد الفرق بينهم كام؟ برضو 18. فبالتالي الحتة دي بكام؟ والله يا مستر لو كانت كلها 60 قصينا منها 18 فبقت 42، بقت كام يا حبيب قلبي؟ 42. يبقى ببساطة شديدة هرسمها تاني كده كروكي على جنب، ده الوضع القديم، ادي الانسدنت ري، ادي النورمال، الزاوية دي كانت 60، دي الفاي، عمل وضع جديد بلون تاني اخضر، المراية بقت هنا، فالمراية لفت 18، فرسمت نورمال جديد. فبعد ما كانت كل دي 60 بقت الحتة دي بس هي الفاي. طب انت لفيت النورمال كام؟ نفس اللي المراية لفته، المراية لفت كام؟ 18، انا كمان لفت 18. هل بقى دي 60؟ الوضع الجديد ده 60؟ لا، ده الوضع القديم 60. يبقى ده كام؟ شوف ده كام؟ 18. يبقى 60 شيل منهم الحتة اللي انت رحتها دي ال 18، يبقى الحتة اللي بالدقية 42. مفهوم الكلام؟ ده بالنسبة للسؤال رقم 5. السؤال اللي بعده، السؤال رقم 6 بيقول ايه؟ السؤال بيقول ده شكل، طبعا هو فيه قرف لان مفيش نورمال طبعا، فلازم قبل اي حاجة ارسم نورمال. هقف كده يا جماعة وارسم النورمال بتاعي. لما ارسم النورمال حضرتك هتلاحظ ان ده لوحده 90، فلو كل ده 140 وده لوحده 90 فده كده 90، 140 ناقص 90 ده 50. مين دي؟ دي الفاي. فلو الفاي 50 يبقى هي كمان دي فاي داش هي كمان 50. فلو بيسأل على الانجل اوف ريفليكشن هتبقى الاجابة 50. الاجابة 50. تاني يا مستر معلش، حاضر. مش كل ده يا جماعة 140؟ اه. هرسم نورمال يا حبيب قلبي؟ ارسم نورمال اهو. مش ده لوحده ده كده 90؟ اه. يبقى الحتة الصغيرة كام؟ 140 كلها، هشيل منها كل ده كده، كل ده كده 90، هيتبقى الحتة دي، هقول له 140 ناقص 90 يعني 50، فالحتة دي بس 50. فلو دي 50 لو عملت انعكاس هيبقى الحتة دي كام؟ هي كمان 50. فيبقى الفاي ب 50 والفاي داش ب 50. اوكي.
السؤال اللي بعده. بص يا باشا بيقول لك ارسم. قول له حاضر. انسدنت راي نزل لي هنا هتقف وترسم نورمال. الراجل بيقول لك ان دي 20. طب ما دي كلها 90 يبقى الحته دي كام؟ والله يا مستر لو دي 20 وده 90 فالحته دي بس 70 صح. دي الفاي يبقى الفاي 70. وزي ما عملت دي اعمل اختها، زي ما رسمت دي ارسم اختها اهو، ويبقى الفاي داش هي كمان 70 واطلع. خبطت هنا اقف وارسم نورمال جديد واحسب لي الفاي بسرعة. والله لو ده 20 وده 70 وده 70 وده 70 كده، ده 70 اهو، يبقى ده كمان 20. وقال لك ان دي 150. 150 و20 170، فاضل كام على 180؟ 10. فدي كده 10. طب ما دي كلها 90، فلو دي 10 يبقى دي 80. طب ما هو ده الانسدنت راي وده النورمال، فدي الفاي، فالفاي ب 80 يبقى الفاي داش 80. زي ما عملت دي يا بابا اعمل اختها وتبقى دي 80 هي كمان وانزل. طيب جيت هنا هتقف وترسم نورمال جديد، ما انت مش هتنفع تخلص، لازم تكمل الرسمه، لازم تطلع بره. 10 80 80 10 دي 120. 120 و10 130، فاضل لك كام وتقفل التراينجل؟ 130 من 180 فاضل 50، فدي كده يا بابا 50. طب وده كام يا مستر؟ ده 40. ما ده الفاي، عشان ده الانسدنت راي وده النورمال، فدي الفاي ب 40. زي ما عملت دي ب 40 اعمل فاي داش ب 40 واطلع، يبقى الفاي داش هي كمان ب 40. كده انت عملت تريس. تريس يعني تتبع مسار الضوء. كده انت تتبعت مساره لحد ما خرج الناحيه الثانيه. هعيدها بسرعه. يلا بسرعه. الضوء ماشي، وقفت هنا عملت نورمال بتاعي، قال لك دي 20 ودي كلها 90 فدي 70. لو دي 70 فاي يبقى لازم يكون في 70 فاي داش اهو. خبطت هنا عملت نورمال جديد. لو دي 20 ودي 70 ودي 70 يبقى دي 20، وقال لك دي 150. فلو دي 20 ودي 150 فبقى دي 10، وده كله 90. فلو دي 10 دي 80 وده انسدنت يعني ده فاي. طب لو دي 80 لازم الفاي داش تبقى 80، وانزل كده. نزلت عملت نورمال جديد، جيت هنا قلت لو دي 10 ودي 80 ودي 80 يبقى دي 10. فلو دي 10 هو قال لك ان دي 120، 120 و10 130 يبقى دي 50. فلو دي 50 وكل دي 90 يبقى دي 40. طب لو دي 40 فاي يبقى الفاي داش هي كمان 40 وتطلع بره. ماشي. السؤال اللي بعده. السؤال الثاني. في الشكل اللي قصادك الانجل اوف ريفليكشن ايكوال كام؟ هنقف نفس الكلام، هقف هنا وارسم النورمال. المفروض بيقول لك ان دي 60، قلت لك ما تاخدش الزاويه اللي مع السيرفيس، تاخد الزاويه اللي مع النورمال. فلو دي 60 يا بابا انا باخد دي يا بابا، باخد ال 30 دي كلها 90. فلو هو عامل 60 مع السيرفيس هيعمل 30 مع النورمال، هي دي الفاي. فبالتالي دي كمان الفاي داش هي كمان ب 30، يبقى الاجابه سيرتي الاجابه الصح. اوكي.
السؤال اللي بعده. الراجل بيقول هنيجي هنا هنقف هرسم النورمال ده 30 ده هي تقريبا ده العكس ده 30 يبقى ده كام؟ والله يا مستر كل ده 90 نفس القصه اللي فاتت. فلو ده 30 ده كام يا جماعه؟ ده 60 ده الفاي. فلو دي 60 دي عافيه لازم تبقى 60 عشان دي الفاي داش. فهو عايز الانجل اوف ريفليكشن قول له 60. صعبه السؤال ده حلو قوي وصايع قوي. كل الناس هنا بلا استثناء بيقول لك لما الضوء يقع بيربنديكولار على بلين ميرور الانجل اوف ديفيجن. ايه يا مستر ده؟ بص دي لسه ما شرحناهاش، دي لسه في اخر درس خالص في الشطر، بس هو نتشها نتشه حلوه هترجمها لك واقول لك فكرتها. انجل اوف ديفيجن يعني زاويه الانحراف. دي ان شاء الله في اخر درس. هو يا جماعه لو انا عندي ضوء دي مرايه وعندي ضوء نازل بربنديكلر ايه اللي هيحصل؟ هيرجع عكس الاتجاه صح؟ صح عشان هو قال لك نزل بربنديكلر. طب سؤال بقى، هو لو الضوء نزل وعكس اتجاهه كده يا مستر انحرف عن مساره قد ايه؟ يعني يعني غير طريقه بزاويه كام؟ هو انا يا جماعه ماشي كده باصص كده وعايز الف الناحيه الثانيه، بص بص على منظر ايدي، بص ايدي 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 كده اهي، انا عايز ايدي تبص هناك، بص هعمل ايه؟ بص هعمل كده 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 كده. هو انا بقى عشان اجي من هنا لهنا كده انا لفيت زاويه كام؟ 180. شاطر شاطر يا جماعه. انا عشان اكون انا كده اهو عايز ابص الناحيه دي، يبقى هتيجي كل ده، هتمشي كل ده. حلو، دي بقى قد ايه؟ دي 180 ديجري. فبالتالي لما انزل بربنديكولار وغير اتجاهي يبقى انا كنت باصص كده قعدت الف 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 وطلعت كده. فده معناه ان لو باصص لتحت عشان اعكس اتجاهي وابص لفوق هلف 180 اهو، هلف 180 واطلع فوق. فالانجل اوف ديفيجن 180. طب امتى تبقى الاجابه زيرو؟ لو شال كلمه ديفيجن وحط كلمه ريفليكشن. يبقى زاويه الانعكاس زيرو، لكن زاويه الانحراف يعني لف قد ايه؟ لو كان باصص كده وعشان يبص الناحيه الثانيه بتلف 180 برقبتك. ماشي. كده احنا خلصنا 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 الواجب في ملزمه الواجب. طلع لي بقى ملزمه الادفانسد نشوف القصه. طيب هنحل دلوقتي من الادفانسد، طلع بقى ملزمه الادفانسد ونحل مع بعض. يلا اول سؤال في الادفانسد بيقول لك ان ذا اوبزيت فيجر ا لايت ري از انسيدنت. في ضوء نزل هنا وعمل زاويه 45، فبيسالك وبيقول لك سرعه الضوء. بيقول لك في الاول الانسدنت راي كانت سرعته في، فخد بالك انه بيقول لك ان الانسدنت راي السرعه بتاعته في. فبيقول لك طب الريفليكشن بعد ما يحصل له انعكاس السرعه بتاعته ايه؟ يعني بيقول لك الريفليكتد راي الريفليكتد راي السرعه بتاعته كام؟ السرعه بتاعته برضه في. ليه يا مستر؟ يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي، هو دلوقتي ايه اللي بيغير السرعه؟ انك تغير الميديوم. طب لو احنا في نفس الميديوم انا نزلت كده قمت طالع لك تاني في نفس المكان، احنا ما غيرناش الميديوم، انا مش جاي من هوا ورحت ميه، ده انا جاي من هوا رجعت في هوا. فبالتالي ما دام سيم ميديوم تبقى السرعه ثابته. فلو سرعه الانسدنت راي ده لو ده سرعته في هيبقى ده سرعته هو كمان في، لان احنا في سيم ميديوم في نفس الوسط. اوكي؟ فالاجابه تبقى الاجابه بي الاجابه الصح. السؤال اللي بعده بيقول الشكل اللي قدامك بيعرفك، بيقول لك لو الموجات دي خبطت في المرايه يحصل لها ريفليكشن ريفليكشن بزاويه كام؟ طبعا هو لو ماشي كده كلهم كده هيرجعوا تاني، فبالتالي زيرو. بالتالي زيرو زاويه الانعكاس صفر. طيب عشان نازلين بربنديكولار يعني السؤال ده بيقول ايه؟
السؤال بيقول جايب لك انسيدنت راي بيقول لك لما ركز قوي في السؤال ده في الشكل قدامك مين في الاجابات صح هل يا ترى هنعمل انعكاس من على مرايه سي ب 30 ولا نعمل انعكاس على مرايه سي ب 45 ولا نعمل انعكاس على مرايه سي ب 60 ولا نعمل انعكاس على مرايه سي بس يكون بارلل هنشوف تعال نرسم تعالى نرسم بص يا باشا اول حاجه احنا وقفنا هنا فهرسم نورمال عادي خالص اوكي ولو ده 30 وده كله المفروض لا ده 30 اللي تحت دي 30 هو شاير عليه اهو يبقى المفروض اللي فوق ده كام المفروض ده 60 اهو ده 60 عشان دي كلها 90 فلو ده 30 هيبقى ده 60 كلام جميل جدا طب ما هو ده الانسيدنت راي وده النورمال فدي كده الفاي فزي ما انت عملت دي لازم تعمل اختها فيقوم الراي ماشي كده جينا هنا يا جماعه ده الانسيدنت راي اهو دي 60 ودي 60 ودي الفاي ودي الفاي داش ثانيه واحده بقى لما اجي هنا المفروض ان انا هرسم نورمال طب انا عايز اعرف الزاويه دي دلوقتي بكام لان دي الفاي الجديده والله يا مستر دي كلها 90 فلو ده 60 هيبقى ده 30 طب لو ده 30 وده 90 تبقى دي كام تبقى دي 30 يبقى دي 60 اهي 30 90 يبقى دي 60 طب لو كل ده ب 90 تبقى دي بكام تبقى دي ب 30 زي ما عملت فاي ب 30 لازم تعمل فاي داش ب 30 فتلاقي ان الضوء مشي كده دي 30 ودي الفاي داش السؤال هنا في منتهى الخطورة يا مستر هو لو ده 60 وده 30 وده 30 يبقى ده كام 60 30 30 60 هو مش الخط ده الريفلكتد راي ده عامل هنا زاوية 60 والمراية دي مش عامله برضو زاويه 60 زيه يبقى الاثنين دول بارلل لبعض يبقى الاجابه ايه يا بابا الاجابه ان الري والرفلكت بارلل لمرايه سي هي دي الاجابه الصح يبقى لما انا رسمت اكتشفت ان الري المعكوس عامل زاويه فوق كده 60 نفس الزاويه اللي هنا دي فبقى الاثنين عاملين نفس الزاويه يبقى الاثنين دول ماشيين بارلل لبعض فيبقى الري هيمشي ريفلكتد بارلل لميرور سي وده سؤال مهم جدا 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 اوكي السؤال اللي بعده السؤال بيقول ايه تعالى ارسمه لك كده وايت بورد عشان الدنيا تبقى اوضح السؤال ده بيقول ان احنا عندنا رسمه كده الزاويه دي كام الزاويه دي بيقول 110 وهو نازل كده بكام نازل ب 40 يعني دي 40 فهقف هنا وارسم نورمال فلو دي 40 دي 50 اتاكد بس تمام دي مرايه بي ودي مرايه ايه فلو ده الانسيدنت راي وده النورمال فدي الفاي طب ما هو لازم الفاي داش تبقى هي كمان 50
فالري ايه اللي هيحصل له؟ هيجي هنا. فلما اجي هنا هعمل ايه؟ هرسم نورمال جديد اهو بيربنديكولار على المرايه. لو ده 40 وده 50 وده 50 يبقى ده 40. لو ده 40 وده 110 كده 150، فاضل كام؟ فاضل 30 عشان تقفل 180. طب ما هو كل ده 90. فلو ده 30 ده كام؟ ده 60. طب ما ده الانسدنت ري وده النورمال فدي الفاي. فلازم الفاي داش تبقى زيها 60 وتطلع بره. يبقى دي كمان 60 ودي الفاي داش. دي الرسمة الصح. مفهوم؟ الموضوع كله محتاج بس انك تبقى فاهم تجميعة الزوايا. ده كذا ده كذا يبقى ده كام. وتشتغل شغل نظيف وانت ترسم. وتعمل الفاي دايما قد الفاي داش بالحسابات بعينيك كده. مش لازم تمشي ترسم يعني بزوايا مظبوطة اكيرت. بس بالرسمة المظبوطة. حاول تخلي دايما ده قد ده. حاول تخلي من دي قد دي. عشان الرسمة تطلع معاك صح. ده كده بالنسبة للسؤال رقم 4. السؤال رقم 5 بيقول لو احنا جبنا ضوء سورس اكس وعايزين يعرف لما يخبط في المراية دي ويخبط في المراية دي يعدي على اي نقطة في دول. احنا هنمشيهم عادي. خد بالك ان الزوايا هنا كلها تبقى 45 لان هو ماشي كده. وده كله 90. فدايما هتلاقي الزاويه دي كام؟ الزاويه دي 45. طب ودي كام؟ برضه دي 45. فهتمشي مظبوطه بالظبط. ازاي بقى؟ بص هو دلوقتي هيمشي كده اهو. فالمفروض انت بتيجي هنا وترسم نورمال هاف هنا وارسم نورمال. ايه اللي هيحصل؟ هيرجع هيرد ويمشي بالظبط كده اهو. اسمها صح اهي. زي ما دخلت من هنا تطلع من هنا. تمام. اكنها دياجونال كده. وصلت هنا. طب ما هو هنا برضو نفس القصة. هرسم نورمال. ايه اللي هيحصل؟ هتعكس تاني بنفس المكان اهو. هتلاقي نفسك هتعدي على نقطة مين؟ نقطة سي. فبالتالي تبقى الإجابة سي الإجابة الصحيحة. صعب الكلام ده؟ تقريبا مفيش مشكلة. ان شاء الله بإذن الله ده كده الهومورك بتاعنا خلصته. ما تعملش اي حاجة تاني واستنى بقى الحصة الجاية ان شاء الله ريفراكشن. بالله عليك يا جماعة بالله عليك عشان خاطري. الناس اللي لسه متعرفش ترسم والناس اللي لسه ما ذاكرتش عشان خاطري قبل الحصة الجاية عليك تفنش كل الكلام ده. ولو عندك اي سؤال بالله عليك بالله عليك اي سؤال واقف معاك على الجروب ابعت ومالكش دعوه بحاجه. ابعت كل اسئلتك اول باول. ما تراكمش ولا اسئله ولا تراكم مذاكره. ابعت كل حاجه واقفه معاك على طول على الجروب عشان نعرف نرد عليك. اشوفكوا الاسبوع الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.